أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. من كتاب الافتخار الرسول المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكلمنا في الحلقة الماضية عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نستكمل الحديث حول هذه الوفاة. فإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم مصيبة وأكبر مصيبة أصابت المسلمين بصفة عامة، وأصابت الصحابة بصفة خاصة. فمنهم من أقعد ولم يستطع القيام عندما علم بالخبر، ومنهم من أخلص ولم يتكلم ولم يستطع الكلام. وقال الفاروق عمر: إنه لم يمت، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى وسوف يرجع. فلما علم الصديق بالخبر رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى سيدتي عائشة ودخل عليها حجرتها، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: تبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الناس وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آية 144 من سورة آل عمران. فهدأ الصحابة واسترجعوا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد رسته عمته صفية رضي الله عنها في قصيدة طويلة قالت فيها: يا رسول الله، كنت لنا رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت بنا برا رؤوفا نبيا، يبكي عليك اليوم من كان باكيا. إلى أن قالت: فلو أن رب الناس أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. ولله در القائل: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وقال آخر: خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخي ومقعد الآطام. قبل النبي محمد فعيوننا تبدي عليه الدموع، تبدي الدموع عليه بالتسجام. وقال حسان بن ثابت يرسيه في قصيدة طويلة منها هذه الأبيات: كنت السواد لناظري، فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر. ولما دفن صلى الله عليه وسلم، جاءت السيدة فاطمة الزهراء ابنته رضي الله عنها وأرضاها وقالت: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وأخذت من تراب القبر الشريف وضعته بين عينيها وأنشأت تقول: ماذا علي من شم تربة أحمد ألا تشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. والله ذر البصير إذ يقول: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، فطوبى لمنتشك منه وملتثم. وقال شوقي رحمه الله أمير الشعراء: يا رب، أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. وحول هذه الآية نقول قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فكما ميز الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البشر فقال بشر رسولا، وقال هو بشر يوحى إليه، كذلك ميزه: إنك ميت، الموتة التي تليق بك وبمقامك وبجلالك بعدها، كما أنهم سائر البشر ميتون. فالموت عبارة عن حجاب بين الحي والميت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بروحه وجسده، فجسده لا تأكله الأرض كما قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وروحه موجودة
لأن الموت يكون للجسد ويفنى الجسد عن سائر البشر إلا الأنبياء وقيل أيضا والأولياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في معية الله عز وجل يسمع سلام من سلم عليه ويرد عليه سلامه، كما جاء في الحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وجاء أيضا في الحديث ما معناه: من صلى علي نائيا أبلغته، ومن صلى علي عند قبري سمعته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له ملائكة خاصة سياحون في الأرض يبلغونه صلاة من يسلم ويصلي عليه في التوب. كذلك تعرض عليه أعمال الأمة، كما جاء في الحديث ما معناه: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم. تعرض علي أعمالكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله تبارك وتعالى، حمدت الله تبارك وتعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. كذلك لنتأمل هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية سارية في حياته وبعد مماته، لأن الموت لا يقطع رتبة النبوة، لأن النبوة لا تنقطع بالموت. كذلك ورد في السيرة الكثير والكثير عن الصالحين الذين كانوا يزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسيدي أحمد الرفاعي القطب الصوفي الكبير، حينما جاءه في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فترة لم يزره، فوقف أمامه وقال: السلام عليك يا جدي، وقد شد قائلا: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض وهي عني نائبتي، وهذه دورة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك قد تحظى بها شفتي. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقبلها الإمام الرفاعي، ثم رجعت مرة أخرى، وكان ذلك على مرأى من كل الزوار، ما يقرب من آلاف الزوار شاهدوا هذه الوقعة. وهذه الواقعة شاهد عليها القطب الكبير أيضا عبد القادر الجيلاني. كذلك حينما جاء صاحب دلائل الخيرات الإمام الجزولي لزيارته صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا زين المرسلين، وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا زين المرسلين، فسمع رده صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا زين الصالحين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره بجسده، وروحه طليقة أطلقها الله تبارك وتعالى لكل ما هو يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا بجسده وروحه، ثم ينتقل إلى حياة البرزخ في القبر، تكون الروح فيه هي الموجودة، ثم ينتقل بعد ذلك بروحه وجسده يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم روحه طليقة موجودة، وجسده موجود في قبره، لأن الأرض كما قلنا لا تأكل أجساد الأنبياء. فلنقل مع القائل: لا تقل مات الحبيب المصطفى، لا تقل أن النور قد اختفى، فمحمد ما زال فينا بين الجوانح ما حيينا، وكأن نورك يا نبينا ما غاب عنا وما انطفى، يا من له تحن قلوب العاشقين، يا سيدي يا رحمة للعالمين، قد جئت للدنيا ضياء بالحق من رب السماء، أنت الهدى أنت النقاء، يا سيدي يا مصطفى، لا تقل مات الحبيب المصطفى، لا تقل أن النور قد اختفى. ونتأمل قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجزاك الله خير ما جزى رسولا عن قومه ورسولا عن أمته. وكان من آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم
إني والله ما أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا تنافسوها، كما جاء في الحديث ما معناه، فرسول الله لا يخشى علينا الشرك من بعده، ولكن يخشى علينا الدنيا أن نتنافسها. كذلك من دعائه أنه قال: لا تجعل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، ودعائه لا شك مستجاب. فلم يعبد أحد من المسلمين على مر العصور والدهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الحب المطلوب من لتمام الإيمان ولكمال الإيمان. فرسول الله لا يخشى علينا الشرك، ولا يخشى أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مهما مدحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول بجانب قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ماذا نقول بجانب قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ ماذا نقول بجانب قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، فجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وجزاك الله خيرا ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.